نادي قطر، خلنا نتكلم الحين عن نادي قطر. نادي قطر هو بيتي، نادي قطر هو يعني بداياتي هي في نادي قطر، بداية البطولات بالنسبة لوسام رزق نادي قطر. نتكلم عن الفترة الأولى في القسم الأول بالنسبة للنادي، كانت مع الكابتن كارلوس، النتائج ما حلفتها، أنا جيت وكملت شغل الكابتن كارلوس. طبعا الحمد لله النتائج كانت ممتازة بالنسبة لنا، وهذه بطل الدوري 2002 هذه بطل الدوري 2002-2003 يعني شوف غير الصورة، لا شنب ولا سكسي يعني وسام اليوم جميل أن اليوم خلنا نتكلم، وسام موجود هنا في الصورة أيضا، مشعل مبارك كلاعب كان معك في الصورة، هو اليوم من يعاونك في الجهاز الإداري، عبد العزيز حسن أيضا قائد أحد أساطير نادي قطر، خلنا نتكلم الكابتن عبد العزيز اليوم هو يحلل وأيضا ما أدري العلاقة بالنسبة لنا صحيح. إيه نعم. في صورة ثانية راح هي تتكلم أكثر، شوف معكم هذه الصورة، هذه الصورة مشاهدينا الكرام، رئيس النادي والكابتن وسام والكابتن عادل بوكربل ومشعل والكابتن حسين ومحمد عمر وحسن الأنصاري وخالد صالح، هذولا كانوا 2002-2003 رئيس الجهاز الشيخ جاسم، وانت كنت لاعب، اليوم رئيس الجهاز هو رئيس النادي، وانت اليوم المدير الفني، والشباب الجيل اللي معاك كانوا لاعبين اليوم هم من يعملون معك فالح. بصراحة الشيء الجميل حاليا في نادي قطر هو الناس اللي يشتغل في النادي هم أبناء النادي، هم اللي يخافون على النادي، هم اللي يخافون على سمعة النادي. طبعا النتائج السلبية هي اللي تزعج الناس، تزعج الجماهير، ونادي قطر نادي جماهيري، نادي أنا بديك على الجمهور حاليا، أترك الجمهور حنا نتكلم صراحة حاليا لغة التواصل التفاهم بينك وبين رئيس النادي وبينك وبين الجهاز الإداري، هذا شيء مهم بالنسبة لأي مدرب، إنه يكون جهة التواصل بين الإدارة الفنية والإدارة، يعني نتكلم كمدربين والجهاز الإداري، هذا مهم جدا. لأن اليوم المفروض، أنا من وجهة نظري المتواضع، إن الجهاز الإداري المفروض يكون ناس فنيين إلى أبد، أو لاعبين، أو لأن القرار اليوم إذا بيطلع من عندي قرار فني والقرار الإداري المفروض يطلع قرار فني لمصلحة النادي. نعم. قرار حلو. أنت جيت عند